تشكيلة الفريقين للقاء اليوم بالنسبة لفريق إنبي في حراسة المرمى محمود جاد، رباعي في خط الظهر علي فوزي، إبراهيم يحيى، رامي صبري، كريم فؤاد، قدامهم اثنين هاف ديفندرز أحمد العجوز ومحمد عرابي، ثلاثة تحت راس الحربة محمد شريف، عبد الرحمن عامر، محمود قعود، وراس حربة القادم والوافد الجديد أحمد علي. قائمة البدلاء: عبد العزيز البلعوطي، صلاح سليمان، محمد بسيوني، أسامة جلال، عمر فتحي سافيولا، عبد الرحمن عماد، وزياد كمال. الغيابات: أحمد عبد العزيز وحميد ماو، محمد رزق، محمود غالي، عبد الله عادل، وكلهم غيابات بسبب الإصابة. بالنسبة لتشكيل نادي مصر في حراسة المرمى: عصام ثروت، رباعي في خط الظهر إسلام صالح، أحمد جودة، أحمد سعيد أوكا، شريف أشرف، اثنين هاف ديفندرز مؤمن إبراهيم ومحمود توبة، اثنين تحت راس الحربة أحمد الشيخ وهشام عبد الحميد، واثنين راس حربة محمد جلال تريكة متأخر شوية، وقدامه كرقم 9 كليف ماندرا. البدلاء: وليد توفيق وميشيل ميلاد، مصطفى كالوشا، مصطفى سلطان، محمود رامبو، ويلس ألفيس، ورضا الويشي. الغيابات: علاء عطا، أحمد محسن، أحمد يوسف، وكلهم غياب بسبب الإصابة. هنعرف رأي نجومنا في تشكيلة الفريقين ولكن بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.